ياريت لو عجبتكم الفيديوهات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم جميعا، وفيديو جديد في احلى وصفة مع بنا. وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان يعود علينا وعليكم يا رب الايام بخير. انا النهاردة حبيت اظهر لكم الحلة بتاعتي العجيبة اللي هي بعمل فيها الرز مفيش في 10 دقايق، وبرضو دي الحجم منها صغير. التانية ظهرت لكم في الفيديو اللي هو بتاع الرز بالفراخ، اللي هي وصفة الرز بالفراخ العجيبة، برضو كانت الحجم الكبير، بعمل فيها كبسة فراخ، بعمل فيها التشيكن بلاو اللي هي الوصفة اللي انا وريتها لكم وتفرجوا عليها برضو في الفيديو. فدي عبارة عن نوع من انواع حلل الضغط، ممكن تلاقيها، دوري عليها في الانترنت هتلاقيها او عند المحلات الكبار اللي بتبيع. بس انا هي من جوه ناني ستيكي، يعني مش لازقة، بس انا عشان عملت غلطة غسلتها في غسالة الاطباق، فبصوا عملت فيها ايه. فانتوا ما تغسلوش اي حاجة غير لاصقة في حلة الاطباق. انا غلطت الغلطة دي فقشرتها، بس الحمد لله من برة، لكن الحمد لله من جوة ما حصل لهاش حاجة. وده الغطا بتاعها، ودي فعلا حلة عجيبة يعني، ودي اللي هي بتطلع البخار منها. انا هوريكم هي بتعمل ازاي الرز، والله في اقل من 5 دقايق، او فراخ بالرز، او كبسة فراخ، كبسة لحمة، حتى البرياني بعمله فيها، البرياني الهندي، بس مش في الحجم ده، الحجم الكبير. اتفرجوا عليه في فيديو وصفة الفراخ العجيبة. ده انا هوريها لكم بتتعمل ازاي. ما عنديش اي مشكلة خالص مع الرز او مع اي طبخة، على طول بتخلصها وهوريها لكم ازاي. بصوا معايا كده يا روح قلب منى، انا اهو حطيت الرز بتاعي اهو، اي رز، اي نوع رز حطيه فيها اللي انت عايزاه. ادي الرز اهو حطيته، ويا دوبك الميه هي تغطيه، ببقى شايفه الرز اهو من تحت، هو دي. وبحط عليه اهو نص معلقه ملح كده بس، وبحط عليه معلقه من الزيت، معلقه زيت بس، ملح وزيت بس، وبقفلها. انا برضو قلت اوريها لكم ان انا ما عنديش اي مشاكل في الرز، بيطلع حلو قوي ومش مكسر مع الحله دي، وسريعه 5 دقايق بيكون خلص. وبقفلها كده، غطاها كده كده، ولازم تشبكي اللي هي الكبس ده، تشبكيه كده هنا في دي. بصي اهي الكبس ده كده يشبك كده، خلاص اتشبك في دي، حطيها كده. ودي بقى هتطلع صفارات حوالي بعد 3 او 4 صفاره، اطفي عليها وانقليها الناحيه التانيه، وهوريكم هتعمل ايه. هتبدا اهي تصفر او تعمل الصوت اللي هي بتعمله ده للبخار، حوالي 3 صفارات، وبتطفي عليها. ادي واحد بالشكل ده كده، وتستني الثانيه والثالثه، 2، ما بتاخدش وقت خالص، اقل من 5 دقايق بيبقى الرز فعلا خلص، او اي اكله انت عاملاها رز. 3 وبعدين الرابعه أربعة، لا دي كده، دي التالتة، ولا ممكن تستني كمان صفارة، بس مش أكتر من 4 أو 5 صفارات، لأن هي يا دوبك بيخلص. خلاص كده هطفي عليها، وطبعا مش هفتحها إلا لما أوريكوا ليها طريقة فتح. لازم نفضي منها البخار الأول، لازم عشان طريقة فتحها لازم هنفضي منها البخار الأول، وهوريه لكم إزاي. لو انت مستعجله على فتحها وعايزه على طول تفتحي وتغرفي على طول الرز بتاعك او اكلك اللي انت طبخاه فيها، لازم بتفضي منها الدخان الاول كده بشوكه كده او معلقه، وترفعيها كده لحد لما تطلع كل البخار بتاعها، لان خطر نفتح حله الضغط كده، لازم تطلع كل البخار بتاعها كده، افضي كل البخار بتاعها كده. افتراضا ان انت مش مستعجله ولسه ميعاد اكلكم مثلا غداكم او عشاكم لسه ما جاش، خلاص سيبيها هي لوحدها لما بترتاح وهي مقفوله كده، هي بتطلع البخار ايه بتاعها، يعني هي وهي مقفوله كده بتطلع البخار بتاعها. انا عشان عايزه اوريكم الرز فهفتحها، عايزه افتحها على طول، فمش هستناها لما هي تصفي البخار بتاعها، انا هفتحها كده بالشكل ده كده، والرز خلص والله في اقل من 5 دقايق. واي بقى دي بتعمل بقى رز بالفراخ اللي انا عملتها لكم، في الفراخ بالرز بالطريقه العجيبه الجديده اللي هي الطريقه الهنديه، بتعمل عايزه تسلقي فيها البطاطس بسرعه في دقيقه، بتسلق
عايزه تسلقي اللحمه في ثواني، عايزه تعملي كبسه لحمه بتعمل، بس ما تزوديش في الميه زي ما انا اوريكم في الفيديو، يا دوبك بتبقي شايفه الرز، ما تزوديش الميه فيها، بتبقي شايفه الرز ويا دوبك 3 صفارات وبتخلصيها، ويعني 3 صفارات وبتشيليها من على النار اللي هي بتبقى سخنه. وفي اشكال كتيره خالص منها، يعني هي انا بفضي اهو منها البخار، هفضيها لكم خالص احسن عشان اعرف اكلمكم تبقوا سامعيني منها. اهي كده خلاص فضيت، هي كده امان، امان ان انا افتحها، يعني هي كده الحله بتاعتي امان ان انا افتحها. بصوا بقى الرز، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي بصوا الرز زي الفل، لا مكسر بقى ولا اي حاجه، بصوا اهو فل اهو، مش عارفه الكاميرا جايبه اهو، اهو اهو الحبه بحبتها، اهو اهو الحبه بحبتها هي على ايدي اهو، وسهل في 5 دقايق. يعني دي اللي بتشتغل مستعجله، مستعجله يعني بسبب ضغوط اطفال صغيره عندها وشغلها، عايزين بسرعه تحضري عشاء، بسرعه تحضري غدا، وساعات الواحد بيبقى متعبان بصراحه بتسعف. هتلاقوها دي بتتباع في اي ويب سايت، وفي محلات تانية مش لازم بنفس الشكل ده، في بيبقى اشكال تانية، بس ما تجيبوش المعقده اللي هي المبكره دي وارقام وحاجات دي معقده، ما انصحش بيها. انا انصح باللي هي بتتقفل كبس دي كده، او شوفوا اللي هي او اللي بتصفر، بس مش مبكر بقى وارقام وحاجات كده. اهي بص الرز فل اهو، تحفه. عملت فيها انا الفراخ بالرز، كانت في الحله الكبيره دي، شوفوا الفيديو عشان تعرفوا برضه انا ازاي لما هنعمل فيها كبسه فراخ، كبسه لحمه ازاي تطلع. اهي الكبيره منها اهي، انا الحمد لله دي بقى لما ما غسلتهاش خالص في الغساله الاطباق فما باظتش، هي بتبقى نون ستيك يعني غير قابله يعني للزق، مش بتلزق فيها الحاجه. اهي دي الكبيره، دي اللي انا بعمل فيها بقى ايه، في كبسه فراخ، كبسه لحمه، برياني، كله ولا بيحصل لها حاجه للرز ولا للاكل بيبوش فيها ولا بيدوب حاجه. بس انتي هي 3 صفارات بالكتير او 4، انا بقول لكم اهو، واما اغطي فيها الاكل اغطيه بالميه او هزوده ميه، ميه الرز انا ببقى شايفه الرز، او لو حطينا عليها في الفراخ ببقى شايفه الفراخ والرز. شوفوا برضو الفيديو اللي انا عملنا فيها الفراخ بالرز دي بكل تكاتها، حلوه قوي الحله دي، حاولوا تدوروا عليها بتجيبوها بجد، بتوفر في الوقت والجهد كتير جدا جدا جدا، وان شاء الله جربوها تعجبكم. وزي الفل اهو الرز، وكل سنة وانتو طيبين. انا خلصت اهو رزي واكلي في اقل من 5 دقايق، وكل سنة وانتو طيبين، وان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. وان كان عجبكم الفيديو اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة بتاعتي علشان يوصل لكم كل ما هو جديد انا بعمله. وكل سنة وانتم طيبين، مع السلامة، اشوفكم الفيديو الجاي في وصفة حلوة معمونة، واحلى وصفة معمونة تكون كده. مع السلامة.